بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال وال... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآية الكريمة أن الله أخبر جل وعلا أنه يصرف عن آياته من اتصف بهذه الصفات المذكورة في الآية، يصرفه عن آياته فلا يستفيد منها ولا يهتدي بها، عقوبة له. الأولى: الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون على الناس ويتكبرون أيضا عن القرآن فلا يعملون به، ويرون أنهم لا أحد يوجههم وأنهم يفعلون ما يشاءون. هذا هو الكبر والعياذ بالله، وهذا هو الذي سبب كفر إبليس. الكبر استكبار عن الحق، واجب على العبد أن يتواضع للحق، أن يقبله، والحق فوق كل شيء. يتكبرون في الأرض بغير الحق، ليس لابن آدم حق في أن يتكبر، بل حقه الواجب عليه أن يتواضع، هذا هو المطلوب من العبد. يتكبرون في الأرض بغير الحق، ليس هناك تكبر بحق إلا في حق الله جل وعلا، إنه هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. المخلوق فإنه ضعيف ومخلوق من ضعف، وأيضا هو بشر يخطي، فليس له أن يتكبر. يتكبرون في الأرض بغير الحق. الصفة الثانية: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إن يروا كل آية من آيات الله جل وعلا الدالة على عبادته وتوحيده، والموجهة أيضا للعبد نحو الصواب، فهم لا يؤمنون بالآيات، لا يؤمنون بها، فهم يتركونها لأنهم لا يؤمنون بها، ويقولون هذه الآيات مثل غيرها، يعتبرونها مثل الآراء ومثل أقوال الناس، وأنهم قد يكون عندهم رأي أحسن من الآية، أو أن الآيات لقوم مضوا ولا تصلح لهذا الزمان، فيتكبرون عنها ولا يلتفتون إليها، أو أن الآيات لا تعنيهم فيتكبرون، فلا يؤمنون بها، لا يؤمنون، إما أنهم لا يؤمنون بها أصلاً أنها من عند الله، وإما أنهم لا يتبعونها، والذي لا يتبعها لا يؤمن بها ولو اعتقد أنها من عند الله، الذي لا يتبعها لا يؤمن بها،
وأن يروا كل آية، كل آية لا يؤمنوا بها. الصفة الثالثة أنهم يتبعون الغي ويتركون الرشد، وإن يروا سبيل الغي، والغي هو الغي هو ترك الحق، هو ترك الحق مع العلم به، يعصون الله على بصيرة. الغي ترك الهدى مع العلم به أنه هدى. وإن يروا سبيل الغي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، الرشد هو قبول الحق والعمل به، هذا هو الرشد والعلم. فيكون عندهم علم، أهل الرشد يكون عندهم علم ويكون عندهم عمل. أما أهل الغي فعندهم علم لكن ليس عندهم عمل ولا اتباع. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه صفة المتكبرين عن آيات الله الذين لا يؤمنون بها، أنهم لا يتبعون الوحي المنزل، وإنما يتبعون ما تمليه عليه أهواؤهم وشياطينهم، وهذا مضطرد في العالم. الذين تركوا الشريعة استبدلوها بالقوانين الوضعية الكفرية، هذا تبعوا الغي وهم يعلمون أن القرآن من عند الله وأنه حكم بالعدل، لكن لا يريدونه ويستبدلونه بالقوانين الوضعية، ويرون أن القانون أحسن من القرآن، يرون أنه أحسن وهو المناسب للزمان. أما القرآن فإنه لزمان مضى عنده. فهذه الآية فيها وعيد شديد على من لم يقبل هدى الله ولم يهتدي بوحي الله الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الله يصرف قلبه عن قبول الحق فلا يقبله بعد ذلك، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلا حيلة فيهم ولا طمع في رجوعهم، لأنهم ما تركوا الحق عن جهل فإذا بين لهم قبلوه، وإنما تركوه عن عناد وبعد معرفة له. فهذا هو الذي يصرف عن الحق. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، هذا هو السبب الذي حملهم على هذه المخالفات، أنهم يكذبون بآيات الله، إما يكذبوا بأصلها، وإما يكذبوا بهدايتها وصلاحيتها. وكانوا عنها غافلين، كانوا عنها أي عن آيات الله غافلين، لا يقبلون عليها ولا يهتمون بها أصلا، لا يهتمون بها أصلا، فهم غافلون عنها غفلة تعمد، غفلة تعمد وإعراض والعياذ بالله. ومن ذلك ما هذه الرسالة بصدده، وهي أن عباد القبور والأضرحة إذا تليت عليهم آيات الله وقيل لهم ما تعملون، وهذا هو الشرك الأكبر، لا يقبلون هذا ويستمرون على شركهم في عبادة الأموات والاستغاثة بهم وهم يسمعون القرآن، لكن الله صرفهم عن فهمه وحرمهم من اتباعه عقوبة لهم.
عقوبة لهم. فالآية ليست خاصة بأناس مضوا، بل هي مستمرة إلى أن تقوم الساعة. نعم. ومن جمع الضلال والغي ففيه شيء. نعم. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. عرفنا أن الرشد هو اتباع الحق، وأن الغي هو ترك الحق مع العلم، ترك الحق مع العلم أنه حق لكن لا يريده، هذا غي. نعم. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. من جمع الضلال وهو العلم وهو العمل بدون علم، هذا ضلال. العمل بدون علم هذا هو الضلال. والغي وهو ترك الحق مع العلم به، وهذا أشد من الضلال. وكان هذا صفة اليهود، والأول الضلال صفة النصارى. فمن جمع بين الأمرين اجتمع فيه الشر كله، غي وضلال، فيه شبه من اليهود شبه من النصارى. نعم. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. نسأل الله أن يجنبنا الطريقتين، طريقة الغي المغضوب عليهم، وطريقة الضالين الذين تركوا العلم وأخذوا العمل فقط، فهم يعملون بغير علم. وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، ويطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذه طبقات المؤمنين: أولا الأنبياء، ثم الصديقين، ثم الشهداء في سبيل الله عز وجل، ثم الصالح، بقية الصالحين من المسلمين. نعم. فصل. إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه. رجع المؤلف رحمه الله إلى الأصل الذي يريد أن يبينه في هذه الرسالة. استطرد في ما سبق ثم رجع إلى أصل الكلام، وهو التوسل. بين فيما سبق أن التوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا بعبادته، والوسيلة هي العمل الصالح. سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا وسيلة لرضا الله إلا بطاعته، هذه هي الوسيلة الوحيدة، هي الوسيلة الوحيدة. بين هذا فيما سبق وعاد إليه الآن، لأن هذا هو محور الرسالة. نعم. إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه. الوسيلة هي ما يقرب إلى الله، والتوسل طلب القرب من الله جل وعلا. نعم. والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه،
وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. الناس في مسألة التوسل والوسيلة، أو التوسل والوسيلة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء به القرآن والسنة، ما جاء به القرآن والسنة، والذي جاء به القرآن والسنة أن الوسيلة هي العمل الصالح، سميت بذلك لأنها تقرب إلى الله. والتوسل هو القرب أو طلب التقرب. هذه الوسيلة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ما يقربكم إليه، ابتغوا أي اطلبوا ما يقربكم إليه. في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القرب من الله جل وعلا. يدعون، قال يدعون، أو المراد يدعون ما يدعوه أهل الجاهلية والقبوريون، أن الذين يدعونهم هم عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يدعون مع الله جل وعلا؟ أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون، يدعوهم المشركون، يبتغون، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأنهم فقراء. الملائكة والأنبياء الصالحون عباد لله يتقربون إلى الله جل وعلا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يصلحون للعبادة لأنهم عباد محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله. هذا هو التوسل في القرآن. الثانية: التوسل عند الصحابة، كما قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. لما أجدبوا واستسقوا قال عمر هذه المقالة: كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، فلما مات عدلوا إلى أقرب الناس إليه وهو العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يدعو لهم. فقول عمر كنا نتوسل يعني نطلب من النبي أن يدعو لنا بالغيث فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعائه فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو التوسل عند الصحابة، أنهم يطلبون من الرجل الصالح أن يدعو الله لهم بالغيث أو بغيره من حوائجهم. ليس التوسل معناه أنهم يطلبون من المخلوق أن يغيثهم، أو أنهم يجعلونه واسطة بينهم وبين الله، ليس هذا عند الصحابة. الذي عند الصحابة هو أنهم يطلبون منه أن يدعو لهم، كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، واستسقى معاوية رضي الله عنه بالجرشي أو الجرشي الأسود بن يزيد الجرشي نحو من هذا الاسم، بمعنى أنه طلب منه أن يدعو له لصلاحه. هذا هو المعروف عند الصحابة، هو المعروف عند الصحابة أن التوسل بالشخص هو طلب دعائه لا التوسل بذاته. أما التوسل عند الخرافيين فهو أنهم يطلبون من الشخص أن يقضي لهم حاجاتهم، فيتقربون إلى القبور بالذبح لها والنذر لها،
لأنهم يقولون إن هؤلاء الأولياء يقضون حاجاتنا يتقربون إليهم ويستغيثون بهم، وهذا أشد أنواع التوسل الباطل، لأنه شرك أكبر يخرج من الملة. وأما إذا كان القصد من التوسل جعل المخلوق واسطة بينهم وبين الله ولا يتقربون إليه بشيء، فهذا بدعي، هذا توسل بدعي، لأنه لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا من عمل السلف أنهم يتوسلون بالشخص، إنما يتوسلون بدعائه لا به. يجب معرفة هذا الأمر، توسلون بدعائه لا بشخصه وذاته، وهذا يأتي تفصيله في كلام الشيخ رحمه الله. نعم. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه في هذا الوقت، في وقت الشيخ، وفي زماننا الآن زاد الشر من هؤلاء الخرافيين، ويحرفون كلام الله ويقولون المراد بالوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، يكذبون على الله جل وعلا، يفسرون القرآن بغير مراده، يجعلون الوسيلة التي أمر الله بابتغائها أن تجعل بينك وبين الله واسطة من خلقه من الأولياء والصالحين، وهذا كذب على الله جل وعلا، وليس هذا معنى الآيات. نعم. وعرفنا أن التوسل بالمخلوق قد يكون شركا أكبر يخرج من الملة، قد يكون بدعة ووسيلة إلى الشرك، فيكون شركا أكبر إذا صرف للمخلوق شيئا من العبادة، وهو ما عليه القبوريون الآن، يذبحون عند القبور وينذرون لها ويستغيثون بها ويهتفون بها، يدعونها من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. وأما إذا كان المقصود فقط مجرد جعله واسطة بينه وبين الله فهذا بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك، إلى الشرك الأكبر. نعم. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها. نعم. سبب الضلال هو ما يقع في بعض الألفاظ من الاشتراك في معانيها، وهذا يحتاج إلى العلماء الذين يبينون، لأن أنواع الأدلة إما أن يكون دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، لما بين الألفاظ من الاشتراك في المعاني، وهذا لا يعرفه إلا المختصون من أهل العلم، فهؤلاء الذين وقعوا في بدعة التوسل أو شركية التوسل إنما أتوا من جهلهم بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. فالمجمل يبين، ما في شيء مجمل لم يبين، ما أجمله الله في موضع فصله في موضع آخر، وما أجمله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع فصله في موضع آخر، فلا بد من الجمع بين الأدلة كلها، ويفسر بعضها ببعض، وهذا من رد المتشابه إلى المحكم، وهي طريقة الراسخين في العلم، ولا يقطع طرف ويترك الباقي، إما بقصد التضليل يكون هذا عن علم لكن بقصد التضليل، وإما أن يكون عن جهل، الجاهل ما يصلح إنه يتكلم في القرآن والسنة، ولا يصلح إنه يأخذ دليل ويترك الثاني،
يأخذ المجمل ويترك المفصل، يأخذ العام ويترك المقيد، يأخذ المنسوخ ويترك الناسخ. هذه أمور تحتاج إلى ضوابط وإلى تحتاج إلى العلماء. نعم. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب، والإمام ابن القيم رحمه الله يقول عليك بالتفصيل، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد شوش هذا الوجود وخبط العقول في كل أواني. نعم. فالآفة إنما تأتي من أناس لا يعرفون المجمل والمفصل والمطلق والمقيد، لا يعرفون هذه الأمور، أو يعرفونها ويضللون الناس. نعم. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها من الإجمال. لأن النصوص، لأن الآيات والأحاديث فيها مجمل وفيها مفصل. نعم. بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها. اشتراك يعني في المعنى، يكون اللفظ، تكون الألفاظ مشتركة في معنى من المعاني ولا تشترك في كل المعنى، وإنما تشترك في بعضه. نعم. بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها. نعم. حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب، لا يعرف هذا الأمر ويدخل فيه مع جهله، مع جهله يدخل في الاستدلال، وهو لا يحسن الاستدلال، طريقة الاستدلال. نعم. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. التي أمر الله أن تبتغى في قوله وابتغوا إليه الوسيلة، والتي كان الملائكة والأنبياء الذين يدعوهم المشركون يبتغونها من الله جل وعلا هي الطاعة والعبادة. نعم. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة من الطاعات الواجبة والمستحبة، يعني من الفرائض والنوافل، هذه هي الوسيلة. نعم. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. نعم. الوسيلة هي الطاعة الواجبة كالفرائض، أو المستحبة كالنوافل، وأما ما ليس بواجب ولا مستحب فإنه لا يكون وسيلة، لا يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، والواجب والمستحب هو ما دل القرآن والسنة على وجوبه أو استحبابه. نعم. وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هي التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. نعم. لا وسيلة لأحد إلا الله، لا وسيلة لأحد. التوسل المشروع هو العبادة والطاعة
أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اتباع الرسول وسيلة يقرب إلى الله جل وعلا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هكذا قال الحواريون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا إلى الله باتباعهم الرسول وهو عيسى عليه السلام، وهؤلاء هم الحواريون أتباع المسيح عليه السلام. وفي سورة آخر السورة آل عمران في آخرها في دعاء أولي الألباب أنهم يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئة فآمنا. توسلون إلى الله بإيمانهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ناداهم ودعاهم إلى الإيمان. نعم، هذا هو التوسل إلى الله بالعبادة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. نعم. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة. هذا موضع ثالث من مواضع ذكر الوسيلة في القرآن، مواضع ذكر الوسيلة في السنة، مواضع ذكر الوسيلة في السنة. القرآن ذكر وسيلتين أو آيتين في التوسل. جاءت السنة أيضا بنوع من الوسيلة وهو المنزلة العالية في الجنة تسمى بالوسيلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في متابعة المؤذن ثم إذا انتهى قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال صلى الله عليه وسلم هي منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة يعني هذه المنزلة حلت له شفاعتي. نعم. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقوله نعم يعني أن الله يجزيه أن يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة. عرفنا الوسيلة في القرآن وعرفنا الوسيلة في السنة، بقي الوسيلة عند الصحابة ما هي؟ نعم. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، وأخبرنا أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، لأن حلت له شفاعة عليه شفاعتي
شفاعة الرسول يوم القيامة هي الدعاء، أن يدعو الله له. فكما أن المسلم دعا الله للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له يوم القيامة بأن ينجيه الله من الأهوال والنار، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. نعم. هذا الجزاء من جنس العمل، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة الله على عبد، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وإذا أثنى الله على عبد فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. نعم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. أما التوسل الذي جاء في كلام الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يستدل به الجهال أو المغرضون في أنه توسل بذاته عليه الصلاة والسلام حياً وميتاً، فهذا باطل، لأن المراد التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يفسر هذا قول عمر الآتي: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم. ولو كان التوسل بذاته لما كان هناك فرق بين حياته وموته عليه الصلاة والسلام. ولماذا عدل الصحابة عن التوسل بالرسول بعد موته إلى التوسل بالعباس؟ لأن التوسل ليس بالذات، وإنما هو بالدعاء، والرسول مات ولا يدعو. إذن عدلوا إلى الحي وهو العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتوسل في عرف الصحابة بالشخص هو طلب الدعاء منه، هذا هو التوسل في عرف الصحابة، طلب الدعاء منه، يتوسلون بدعائه لهم. نعم. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين، هذا النوع الثالث الباطل. نعم. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. هذا عند المتأخرين الذين غلطوا في معنى التوسل، يريدون التوسل بالذات، بذات الرسول أو بذات الولي، وهذا باطل، لأنه لا يتوسل إلى الله بأحد من خلقه، لأن هذا معناه الإقسام على الله. فإذا قلت أسألك بنبيك فإنك تقول أسألك بنبيك، يعني أقسم عليك بنبيك، لأن الباء باء القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سألكم بالله فأعطوه بالله، يعني من أقسم عليكم أن تعطوه فأعطوه، إجلالا لله سبحانه الذي سألكم به. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام. نعم. وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. معنيان صحيحان: الأول وهو ما جاء في القرآن كما سبق، والثاني توسل عند الصحابة، وأن معناه طلب الدعاء من الحي الحاضر عندهم. وأما الثالث وهو الإقسام على الله بمخلوق من خلقه، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقسم على الله بمخلوق أو بحق مخلوق أو بصلاح فلان. صلاح فلان له، كيف تتوسل إلى الله بعمل فلان؟ توسل إلى الله بعملك أنت، لا تتوسل إليه بعمل فلان،
لأن عمل فلان له ما هو لك. الله جل وعلا يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لما كان اليهود يفتخرون بأنهم يفتخرون بأنهم أولاد إبراهيم وأولاد إسحاق الله جل وعلا يقول هؤلاء عملهم لهم وعملكم لكم. تلك أمة قد خلت يعني مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فلا ينفعك عمل فلان، إنما ينفعك عملك. ولا تتوسل إلى الله بعمل فلان وصلاح فلان، توسل إلى الله بعملك أنت. نعم. وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، المعنى الذي في القرآن والمعنى الذي جاءت به السنة وعند الصحابة، والمعنى الثالث المردود. نعم. ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني التوسل إلى الله بالإيمان بالرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عملك أنت، اتباعك للرسول وطاعتك للرسول هذا عملك أنت، فأنت تتوسل إلى الله بالعمل الصالح، هذا مشروع. نعم. والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذا والمعنى الثاني دعاؤه، وهذا في حال حياته، في حال حياته تطلب منه أن يدعو لك، ودعاؤه لك شفاعة عند الله جل وعلا. نعم. فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، أي بدعائه وشفاعته. نعم. كانوا يتوسلون بالنبي في حال حياته في طلب السقيا، بمعنى أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. يوضح هذا حديث الأعرابي، وهو أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا نبي الله، أجدبت الأرض وانقطعت السبل، وذكر ما هم فيه من الشدة، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا الله أن يسقيهم، فنشأت سحابة ما في السماء شيء، يقول ما في السماء ولا قزعة، فنشأت قزعة صغيرة ثم كبرت وتوسعت ثم رعدت وأبرقت ثم انهمر المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فهذا يوضح أن المراد من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب الدعاء منه، طلب الدعاء منه. نعم. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، أي بدعائه وشفاعته، أي بدعائه وشفاعته. وهذا إنما يكون في حياته، فلما مات لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن هذا لا يجوز ولا يطلب من الميت شيء، وإنما عدلوا إلى الحي وهو العباس، فعدلوا من الفاضل إلى المفضول، لأن الفاضل مات ولا يستطيع الدعاء، وأما المفضول فهو يقدر على الدعاء. نعم. وقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا تتوسل بطاعتك للرسول واتباعك للرسول؟ لأن طاعة الرسول طاعة لله،
كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، نعم. ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس. عدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عمه العباس، لأن الميت لا يدعو، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع دعاء أو غيره ينقطع. فهم عدلوا عن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى الحي الذي يمكن أن يدعو لهم وهو العباس. نعم، لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. لو كان التوسل بالرسول معناه التوسل بذاته لم يكن هناك فرق بين حياته وموته، أما الدعاء فهناك فرق. فلذلك عدلوا عن التوسل بالرسول إلى التوسل بالعباس، فيدل هذا على أن المراد بالتوسل عندهم هو الدعاء. نعم، التوسل بذاته. نعم. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته. نعم، ما يفعل في حياته وهو طلب الدعاء منه والشفاعة منه انتهى بموته، فلا يطلب منه شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. أما التوسل بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه فهذا مشروع في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، لا ينقطع الاتباع والطاعة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا فعلت الآن الطاعة فقد أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تركت المعصية فقد أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام. فالاتباع والطاعة لا ينقطعان بالموت، وأما الدعاء فينقطع بالموت. نعم. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان كما سبق. نعم. أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. الأول التوسل بطاعته واتباعه، وهذا لا ينكره أحد. نعم. والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا الصلاة والسلام بدعائه، الضمير يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يجوز في حياته لا بعد موته. نعم. وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. نعم، وفي يوم القيامة لأنه صلى الله عليه وسلم حي، لأنه حي فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في أن يريحهم الله من الموقف، فيعتذرون كلهم إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وادعو تستجب واشفع تشفع. فعند ذلك يشفع في الخلق فيريحهم الله من الموقف، وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة العظمى هي التي لجميع الخلق، هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو حي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، والناس أحيا بعثوا يوم القيامة وصاروا أحيا بعد الموت. نعم. والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. أما الثالث فهو التوسل بالرسول بمعنى التوسل بذاته والحلف على الله بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فقد كفر، من حلف بغير الله
فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الحلف بالمخلوق مطلقا، فكيف يحلف بالمخلوق على الله جل وعلا؟ ما يجوز أن تحلف بالمخلوق على المخلوق وهو شرك، فكيف تحلف بالمخلوق على الله جل وعلا؟ نعم. والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. نعم. التوسل به صلى الله عليه وسلم، التوسل بذاته بعد موته، إنما يروى فيه أحاديث لا يحتج بها، إما موضوعة وإما ضعيفة شديدة الضعف. نعم. حكايات وما حكايات، وهذا لا يكون دليلا. فالتوسل بذات الرسول لا يجوز، لا حيا ولا ميتا ولا غير الرسول، لا يجوز التوسل بالمخلوق إلى الله جل وعلا. نعم. أو عمن ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله. أو قال به من العلماء من ليس قوله حجة. الحجة ما قاله الله ورسوله، وليست الحجة بما قاله فلان وعلان. نعم. كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه، حيث قالوا لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. نعم. هذا أنكره أقدم الأئمة الأربعة، وهو أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، أنكروا الإقسام على الله بمخلوق. نعم. قالوا لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدوري القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة. نعم. وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة، أنه مكروه، يعني ذكر غيره. والكراهة في عرف المتقدمين معناها التحريم، أما الكراهة كراهة التنزيه هذه عند المتأخرين، أما الأقدمون إذا قالوا يكره فمعناه يحرم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفيه الشرك في أول لا تدعو مع الله إلها آخر. نعم. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن أبو حنيفة له ثلاثة تلاميذ هم الذين اختصوا بحمل مذهبه، وهم أوثق الناس، أبو يوسف هذا واحد، والثاني محمد بن الحسن الشيباني، والثالث زفر بن الهذيل. هؤلاء هم أصحاب أبي حنيفة المختصون بنقل الرواية عنه رحمهم الله، وكلهم حكوا عنه أنه يكره توسل بذات المخلوق. نعم. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. نعم. وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، لأن العرش مخلوق، العرش مخلوق فلا يتوسل إلى الله به. نعم. أو بحق خلقك. نعم. وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعاقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. فإذا فسر معاقد العز، أبو حنيفة لم يفصل، يكره هذا ولا يفصل، أما أبو يوسف ففصل، قال إذا كان المراد معاقد العز الله جل وعلا فيتوسل إليه بذلك، أما إن كان مخلوق فلا يجوز. نعم. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا. لا يجوز
سؤال الله بحق فلان بحق فلان، لأنك لا توجب على الله حقا لفلان، لا توجب على الله حقا لفلان، ولو كان له حق فلا تسأل به، لأن هذا حقه هو وعمله هو. نعم. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. لا، نعم، لا حق واجب على الخالق، لا حق واجب على الخالق سبحانه. أما الحق الذي تفضل الله به فهذا صحيح، الله تفضل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق الله هو الذي تفضل به، لا إن المخلوق هو الذي ألزم الله به وجعله على الله جل وعلا، فلا أحد يفرض على الله شيئا. نعم. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وكذلك حديث أتدرون ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله، حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق تفضل الله به لا أن أحدا أوجبه عليه سبحانه. نعم. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان، أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق. نعم. لو قسمت على مخلوق بمخلوق ما جاز هذا، فكيف تقسم بالمخلوق على الله عز وجل؟ لأن الإقسام بالمخلوق شرك كما يأتي. نعم. فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى. نعم. وهذا بخلاف أقسامه سبحانه بمخلوقاته. أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بما شاء من خلقه، أما العبد فلا يقسم إلا بالله عز وجل. نعم. وهذا بخلاف أقسامه سبحانه بمخلوقاته، كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا، فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر إقسامه بآياته، بآياته مثل الليل والضحى، وإقسامه أيضا بخلقه كإقسامه بالصافات وهم الملائكة والنازعات وهم الملائكة، هذا لله عز وجل يقسم بما شاء. نعم. فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته. لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن، إلا وله شأن، فلا يقسم الله بشيء من مخلوقاته إلا هذا المقسم به له شأن عظيم وآية على قدرة الله جل وعلا. نعم. فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ فقد كفر، فقد صححه الحاكم. نعم. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وفي الصحيحين عنه أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزى صنمان من أصنام الجاهلية فليقل لا إله إلا الله، يعني أنه أشرك، فعليه أن يطهر نفسه بالتوحيد ويقول لا إله إلا الله لتكون كفارة ما حصل منه من الشرك. نعم. وقد اتفق المسلمون
على أن من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقده وحرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وتراب الأنبياء والصالحين وإيمان السدق وسراويل الفتوة وغير عند الصوفية عند الصوفية سراويل الفتوة عند الصوفية نعم وغير ذلك نعم وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك نعم من حلف بغير الله فقد أشرك فعليه التوبة وليس عليه كفارة ليس عليه كفارة يمين إذا حنث فيها وخالف ما حلف عليه ليس عليه كفارة لأنها يمين غير مشروعة والكفارة إنما تكون في اليمين المشروعة وهو الحلف بالله عز وجل إذا حلفت بالله أنك تفعل شيء أو لا تفعل شيء وخالفت وجبت عليك الكفارة لأن هذه يمين مشروعة أما إذا حلفت بمخلوق فهذه ليست مشروعة ولا منعقدة وليس فيها كفارة لكن عليك التوبة إلى الله عز وجل نعم والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد حرام أو مكروه كراهة التنزيه للنهي عنه والصحيح أنه حرام نعم فقد حكي إجماع الصحابة على ذلك وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه أي نعم هم لا يقولون أنها جائزة يقولون أنها إما حرام وإما مكروهة كراهة التنزيه نعم وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه والأول وصح حتى قال الأول أصح أنها حرام أن تحريم أن كراهتها كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه نعم حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا نعم لأن الكذب سيئة والشرك سيئة أيهم أشد سيئة الشرك أو سيئة الحلف الشرك أشد ولهذا قال ابن مسعود وغيره من الصحابة لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأنني إذا حلفت بالله كاذبا هذه خطيئة وذنب لكنها أخف من الشرك وهو الحلف بالمخلوق ولو كان صادقا في يمينه أو في حلفه نعم وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء نعم نقف عند هذا مسألة الحلف بالنبي هل تجوز أو لا تجوز حلف بالنبي خاصة فيها خلاف ويأتي إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن نقول اللهم إنا نتوسل إليك بطاعتنا لنبيك صلى الله عليه وسلم نعم نتوسل إليك بطاعتنا لنبينا واتباعنا له هذا عملك هذه عبادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول الدعاء هذا عند الذهاب إلى المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فيه مقال لم يصح عن الرسول لكن لو صح فمعناه التوسل بحق السائلين ما هو بالسائلين أنفسهم وإنما بحقهم وحق السائلين هو الإجابة والله قريب مجيب من أسمائه أنه مجيب فحق السائلين على الله أن يجيبهم فأنت تسأل الله بشيء أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى وأنت لا تتوسل بالسائلين أنفسهم وإنما تتوسل بحقهم على الله وهو الإجابة هذا لو صح الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول عمر وهذا يأتي إن شاء الله سيجيب عنه الشيخ نعم يقول هل قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا أليس هذا إقسام على الله بالمخلوق فتكون الباء
باء القسم؟ يعني معناه أنك ما فهمت كلامنا من أول الدرس إلى الآن. نقول هذا ما هو بتوسل بالمخلوق، توسل بالدعاء، بدليل أن عمر قال قم يا عباس فادعو، قم يا عباس فادعو، فهذا توسل بدعاء المخلوق لا بالمخلوق نفسه، لأنه قال ادعو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجيب على من يقول إن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما لا يمنع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذلك لأن عمر يريد أن يعلمهم جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل؟ هذا كلام جاهل ولا ضال يريد أن يضلل الناس؟ هذا كلام جاهل ولا كلام ضال يريد أن يضلل الناس؟ كلام عمر واضح ما فيه التواء. نعم، إنه يقصد الدعاء من العباس. نعم، لو كان طلب الدعاء من الرسول بعد موته جائزا لما عدل عمر عنه، لأن الرسول أفضل من العباس وأقرب للإجابة من العباس، فكونه عدل عن الفاضل إلى المفضول دليل على أنه لا يطلب من الرسول بعد موته دعاء ولا غيره. هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. أما فقه هؤلاء الحثالة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه لينصروا مذاهبهم الباطلة فلا عبرة به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ذكر المؤلف رحمه الله أيمان السذق وسراويل الفتوة؟ الفتوة سراويل الفتوة هذه عند الصوفية، عندهم خرافات وأشياء ما نعرفها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث الوسيلة بعد الأذان قوله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وقد مر سابقا معنا بدون إنك لا تخلف الميعاد. نعم، الذي في الصحيحين أنه ما فيه ذكر لا تخلف الميعاد، إنما جاءت في بعض السنن، جاءت في بعض السنن، الله أعلم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين كل من الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود؟ هل بينهم فرق؟ نعم، الوسيلة منزلة في الجنة، والمقام المحمود الشفاعة في الخلق يوم القيامة، بينهما فرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا دكتور في الجامعة يقول إن التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع، وأنه رواية عن الإمام أحمد، ويقول أيضا إن سب الصحابة ليس بكفر، وبخاصة سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم إنه يدعو إلى حوار الأديان، فكيف التعامل مع هذا الشخص وفقكم الله؟ أرجو توجيهنا في هذا. هذا يجب أنكم تأخذون عليه محضر من كلامه، تسجلون عليه الكلام هذا وهو ما يدري بالفصل، ويفرغ من الشريط وترفعونه لدار الإفتاء. هذا لا يترك يلعب على الناس، يجب عليكم هذا، لأن هذا من إنكار المنكر، فلا يترك هذا يلعب على الطلاب وينشر بينهم الخرافات. وأشد من ذلك كلامه في الصحابة رضي الله عنه، لا يترك أبدا ولا يسعكم السكوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال أحد المنتسبين للعلم وهو يدعو اللهم اغفر لنا بأتقى واحد فينا، هل هذا توسل يقول قال أحد المنتسبين للعلم وهو يدعو اللهم اغفر لنا بأتقى واحد فينا، فهل هذا توسل بالذات؟ لا، قصده أنه يعني شفع فينا هذا التقي، أتقانا شفعه فينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا دعاء جائز أم هو توسل بغير الله، وهو اللهم إنا نسألك بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة إلى آخر حروف الهجاء، هل هذا الدعاء جائز؟ هذا مزينه هو، هذا ما هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي يزينه. الدعاء يجب أن يكون وارداً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو موافق لما في القرآن والسنة، أما أنه يخترع الباء ما أدري إيش فيها والتاء والحاء والخاء، هذا من اختراعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارات تعتبر من الحلف بغير الله تعالى؟ أولا بالحرام لا أفعلن كذا. نعم، بالحرام هذا حلف، حلف بغير الله، لأن الباء باء القسم. نعم. وبالثلاث لا أفعلن كذا. ثلاث؟ نعم، عند الطلاق يصدق. ما يجوز الكلام هذا، لا يجوز الحلف بغير الله. نعم. وبذمتي لا أفعلن كذا، كله ما يجوز لأنه حلف بغير الله عز وجل. نعم. وما معنى قول الصحابة رضوان الله عليهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ هذا فداء، ما هو قسم، هذا فداء، أفديك بأبي وأمي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يدعو المسلم بهذا الدعاء وهو آت محمداً الوسيلة في غير الوقت المخصص له وهو بعد الأذان؟ يجوز. نعم، يجوز تدعو الله له بالوسيلة، لكن بعد الأذان آكد وأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بالمصحف؟ الحلف بالمصحف إن كان قصده القرآن هذا جائز، لأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته. أما إن كان قصده المصحف بما فيه الجلد والغطاء الذي عليه فهذا لا يجوز. المهم إذا كان قصده القرآن هذا جائز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أمانة لا تفعل كذا، هل هذا حلف بالمخلوق؟ لا، ما يعني، هو جاء النهي عن الحلف بالأمانة، جاء نص النهي عن الحلف بالأمانة، فإذا كان يقصد الحلف فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان ما يقصد الحلف وإنما يقول هذا أمانة عندك، هذا سر أمانة عندك لا تفشيه، هذا شيء آخر، ما هو حلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له قل لا إله إلا الله تكفيرا له، أم هذا خاص بمن حلف باللات والعزى فقط؟ هو وارد لمن حلف باللات والعزى، من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي البحث فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد شركا أكبر؟ لا، ما هو شركا أكبر، بدعة، التوسل بالجاه بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، إذا درج عليه وتعوده ربما أنه يتدرج إلى الشرك الأكبر، فهو وسيلة، بدعة ووسيلة، توسل بالجاه بالذات كله سم. نعم. وهذا يبي يأتي، التوسل بالجاه سيأتي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول لعمري هل هذا من الحلف؟ لا، أصله حلف لكن صار يستعمل غير الحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حرج في قراءة القرآن في المقبرة ليس على الأموات، ولكن هناك وقت فراغ في انتظار الجنازة فأقوم بمراجعة الحفظ، فهل هذا مباح؟ لا ينبغي هذا، لأن هذا فتح باب، يسمعك واحد ويقول القراءة في المقبرة جائزة، فلا تقرأ في المقبرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح سجود الشكر في المقبرة؟ لا، المقبرة ليست محل سجود ولا محل دعاء ولا محل صلاة، يعني هذا وسيلة إلى الشرك. أما إن كان يسجد للقبور هذا شرك أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب منحة من إحدى البلاد الأفريقية، وفي منطقتنا في أفريقيا المساجد خالية من الآبار، ونحن نحتاج إلى الصلاة ونحتاج للوضوء وليس عندنا ماء، فنذهب في بعض الأحوال إلى بيوت النصارى المجاورة لطلب الماء منهم، فتواجهنا أنواع من التوبيخات، فهل يجوز لنا أن نتيمم في هذه الحال؟ إذا كان الماء بعيداً ولا تستطيعون إحضاره فيجوز لكم التيمم، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. ولا تذهبوا إلى النصارى وهم يهددونكم ويمنون عليكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت ومعي أهلي
ولم أجد في ليالي منى سكن، فذهبت إلى الطائف. يقول حججت ومعي أهلي ولم أجد في ليالي منى سكن، فذهبت إلى الطائف الثلاثة الأيام، فماذا يجب علي في ذلك؟ الواجب عليك أنك سكنت مع الحجاج بطرف الحجاج ولو كان خارج منى، لأن هذا ما تستطيعه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، تسكن مع الحجاج ولو كانوا خارج منه، مثل المسجد إذا ضاق يصلون لهم في الشوارع، صلي معهم للضرورة. فذهابك إلى الطائف خطأ لكنه لا يوجب عليك فدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت الحج عن والدي إن شاء الله، فكيف أنوي عنه عند الإحرام؟ نعم. يقول نويت الحج عن والدي إن شاء الله، فكيف أنوي عند الإحرام؟ وكيف الدعاء يكون في الحج؟ هل يكون دعاء لي أو أخصه فقط بالدعاء؟ عند الإحرام تنوي أن الإحرام عن والدك بالقلب، تنوي بالقلب. وإذا لبيت قلت لبيك اللهم عن والدي فلان فحسن لا بأس. وأما الدعاء فمشترك، تدعو لنفسك وتدعو لوالدك وتدعو للمسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفي شخص وأراد أخوه نعم إذا توفي شخص وأراد أخوه أن يدفع لمن يحج عنه، وذلك قبل أن يسدد أولاده ديونه التي عليه لأن حقوقه لم تصرف بعد، فهل يجوز ذلك؟ يعني هو يبي يتبرع عن أخيه ويحجج عنه واحد، ما في بس. إذا كان يبي يتبرع من ماله هو ويحجج واحد عن أخيه فلا بأس بذلك. طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أغتسل في بيتي قبل الميقات، وذلك لشدة الزحمة التي تكون في الميقات؟ الاغتسال ليس واجبا، الاغتسال للإحرام ليس واجبا، إنما هو مستحب إذا تيسر. وإذا اغتسلت في بيتك والمسافة قريبة ولا يمديه يصير عليك وسخ وغبار فلا بأس بذلك. نعم. يقول وإذا اغتسلت قبل الميقات فهل من الضروري أن ألبس لباس الإحرام بعد الغسل مباشرة؟ لا، ما يلزم هذا. تغتسل وإذا وصلت الميقات تلبس ملابس الإحرام وتنوي وتلبي. أو مثلا في الطائرة تغتسل بالرياض وتروح للطائرة، وإذا حاذيت الميقات في الجو تحرم وتلبس ملابس الإحرام. نعم عند الإحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في هذا التقسيم، وهو أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الأول جائز في حياته وبعد مماته وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني جائز في حياته دون مماته وهو التوسل بدعائه، والثالث ممنوع في حياته وبعد مماته وهو التوسل بجاهه، هل هذا تقسيم صحيح؟ نعم، هذا مأخوذ من مما مر من كلام الشيخ وغيره أنه على هذه الأقسام. نعم لا بأس. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينقل عن فضيلتكم أنه يرى إباحة إقامة ما يسمى بمزاين الإبل، فهل هذا نقل صحيح؟ يجيب النقل عني، يجيب النقل نشوف. أنا ما قلت هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول شاركتني إحدى قريباتي بشيء من المال. نعم. يقول شاركتني إحدى قريباتي بشيء من المال على أن أتجر به مع مالي. شاركتني من؟ إحدى قريباتي. قريباتي نعم. بشيء من المال على أن أتجر به مع مالي، على أن أعطيها 5% من ربح مالها، وأن علي إرجاع رأس مالها حتى ولو خسرت التجارة إحساناً إليها، فهل هذه معاملة جائزة شرعاً؟ لا، هذه مضاربة لا تجوز. إذا شرطت أنه يرد عليها رأس مالها كاملاً فهذا لا يجوز، لأن رأس المال قد يخسر وقد يذهب كله فلا يرد عليها رأس المال. إنه إن كان رأس المال موجود يرد عليها، أو موجود بعضه يرد الباقي، أما أنه يلتزم له برد رأس المال هذا لا يجوز. وأما 5% فلا ينبغي العبارة هذه.
لو قال نصف العشر، لو قال اتجر بهذا المال بنصف عشر الربح، لأنه هو 5%، 5% يعني نصف عشر الربح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء وهو مازح؟ كان يلبس الرجل الحجاب وهو يمازح أصدقاءه فقط. لا يجوز هذا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، سواء كان مازحاً أو غير مازح، ما يجوز هذا. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.